حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 اللي نطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس مع مجموعة من الأخبار والتقارير وأيضا الفعاليات التي تقام في كافة إمارات الدولة بشكل عام ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. إن شاء الله بنكون معكم في هذه الليلة مع مجموعة أيضا من الضيوف، راح نستعرض الكثير من المواضيع التي تهم المجتمع والأسرة والفرد بشكل عام. مشاهدينا الكرام، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس في صرح زايد المؤسس برنامج خبراء الإمارات الذي يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة عن أمله أن يسهم البرنامج في إرساء قاعدة ثرية من الخبرات والكوادر الوطنية وأيضا الاستشارية من خلال تطوير مهاراتهم وأدواتهم المهنية والشخصية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لمسيرة التطوير والتنمية المستمرة التي تشهدها الدولة. وأكد سموه اهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوظيف طاقات وإمكانات أبنائها لتحقيق أهداف الدولة ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية ذات التاريخ الحافل بالعطاء والعمل والمعارف، طبعا فهم رصيد وطني هام ومنهل دائم يثري ويدعم منظومة العمل الوطني في مختلف القطاعات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: نقف اليوم أمام صرح زايد المؤسس وأمام هذه الوجوه الطيبة التي نتفائل بها، ويستحضرني اليوم وأنا أقف كذلك على مقربة من كاسر الأمواج الذي عندما فكر الشيخ زايد في بناء رحمه الله في بنائه على شواطئ أبوظبي استعان بأهل المنطقة بدلا من الشركات التي قدمت عروضا مبالغا فيها لبنائه، فكان الحل في الاعتماد على أبناء الدار لتنفيذه بالصورة التي ترونها اليوم، ومنها انطلق معظمهم ليصبح من تجار البلد. وأضاف سموه إن التقدم الذي نشهده اليوم هو بتوفيق من الله ثم بهذه الوجوه الطيبة وبأهل الدار ضمن استمرار هذا التقدم، لأن ابن البلد دائما هو أعلم بأرضه ففيها ولد وفيها يعيش وفيها تعلم. وتضم الدفعة الأولى من البرنامج 20 مواطن ينخرطون في فعالياته لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا خبراء مستقبليين في 20 قطاع حيوي تماشيا مع الأولويات الوطنية ودعما لرؤية الدولة ومبادراتها في سبيل بناء اقتصاد قائم على المعرفة. الشيخ زايد رحمة ربي عليه، كثير منكم وهلكم سمع شو أولوياته في الحياة. العنصر البشري بالنسبة له هو العنصر الأساسي في حياة الشيخ زايد، لأنه يعرف قيمته بالضبط. اليوم يا كبر فرحته بكم، ويا كبر فرحة أهلكم بكم، ويا كبر حظ بلادكم بكم إذا وصلنا إلى مرحلة أن نحن عندنا أكسبرت خبراء، إذا وصلنا إلى مرحلة أن نحن عندنا ناس تقود توجه خبير في تخصصه. نحن نفتخر أن عندنا هذه الكوادر موجودة اليوم تخدم بلادنا تخدم أهلنا. هو ترى بلادكم اليوم قدوة، فإذا بلادنا قدوة أنتم قدوة. كل سنة وانتم طيبين على عام 2019، وكل سنة وبلادكم بخير، وكل سنة وأهلكم بخير وفي أمان وعز وصحة وتقدم مستمر. مشاهدينا الكرام، معنا في هذه الحلقة ورشة عمل متخصصة للخدمات الحكومية الذكية، وسنتطرق أيضا إلى كأس آسيا في الإمارات تنظيم أبهر العالم، وأيضا حملة إماراتنا خير ترسم البسمة وتحيي الأمل من جديد. أكيد راح نتطرق أيضا لمواضيع عديدة، ونبدأ الحين معكم لأولى فقراتنا في برنامج 7 على 7 وفقرة الأخبار المنوعة مع الزميلة ليالي. مساء الخير ليالي. مساء النور والسرور لك زميلي علي ولكل المشاهدين الكرام. في البداية علي، فقط اسمح لي أن أتوقف معك عند عبارات قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما زار صرح زايد المؤسس وأطلق برنامج خبراء الإمارات الذي أشرت إليه في المقدمة علي. قال بما معناه
العالم يعلم كل شيء عن شيء، بينما المثقف يعلم شيئا عن كل شيء. صحيح. وعلي شتان بين الاثنين. نعم. لذلك بالفعل لابد من التأمل بهذه الكلمات العميقة. فعلا هي كلمات خالدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه دائما يرى في وجوه أبنائه الخير والعطاء ومتفائل بهم دائما، وهم أيضا عند ظنه دائما، الحمد لله رب العالمين. طبعا إذا نستمع إلى تفاصيل الأخبار الحين معك بإذن الله، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة. بالتأكيد، شكرا لك، يعطيك العافية. حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعونا، ورحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري لليوم الأربعاء الموافق 9 من يناير كانون الأول 2019. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن حكومة الإمارات هي حكومة ديناميكية برؤية مستقبلية تضم جهات اتحادية فعالة وفرق عمل متكاملة لدعم مختلف القطاعات المحورية، وتسهم في تحقيق الأولويات الحكومية والمستهدفات الوطنية. وقال سموه في العام الجديد عام التسامح سنبهر العالم بنموذج الإنسان الإماراتي المتفاني في عمله والمحب لوطنه والمتسامح مع الجميع. مضيفا سموه نعد الجميع بأن المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في 2019 وفي جميع أعوام. جاء ذلك في كلمة استهل بها سموه اجتماع مجلس الوزراء الأول في عام 2019. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تعد منهلا لا ينضب، تستلهم الأجيال منه الدروس في حب الأوطان والانتماء لأرضها والعمل لأجل رفعتها. جاء ذلك خلال جولة صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في صرح زايد المؤسس الذي يعد أحد أبرز المعالم الوطنية التي تخلد سيرة المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس الدولة وباني نهضتها. وأضاف سمو خلال الجولة أن صرح زايد المؤسس يعد معلما وطنيا ووجهة ثقافية وإنسانية لتسليط الضوء على مسيرة المؤسس الشيخ زايد وعلى إرثه العريق وقيمه الإنسانية الأصيلة التي رسخها لدى أبناء الإمارات. في شق مغاير، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة عن أحدث إصداراته التوثيقية، وهو كتاب تحت عنوان بيوت الشارقة وساكنيها، وسوف يتضمن العمل أحياء الشارقة وبيوتها القديمة بالأرقام والتفاصيل موثقة بصور جوية للإمارة التقطت عام 1964. معلنا سموه منتصف مارس آذار 2019 موعدا لافتتاح طريق خورفكان، كما أكد سموه ضرورة اطلاع العرب ومعرفتهم بأصولهم وتاريخهم والافتخار بما كانوا عليه من علم صدروه إلى أوروبا في عصرها الظلامي. وأوصى سموه أبنائه بالعودة والتراحم أو بالمودة والتراحم وعدم الانجراف في عاصفة التطوير والتسارع. من جهة أخرى، وقع صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد الاتفاق التنفيذي لمذكرة تفاهم المبرمة بين حكومة إمارة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث وبموجب الاتفاق التنفيذي سيتم تفعيل مضمون مذكرة التفاهم السابقة بهدف اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية والقانونية والمالية واللوجستية اللازمة لإنشاء فرع للأكاديمية في الشارقة. إلى موضوع آخر، حيث أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي أن العطاء من أجل الوطن ليس له حدود. جاء ذلك خلال حضور سموه احتفال القيادة العامة لشرطة دبي بتخريج دفعة جديدة من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي، كما كرم سموه المتفوقين 9 في الدورة، وبارك سموه للخريجين انتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم
الحياتية، وخاطبهم سموه: عليكم إخواني أن تكونوا عند حسن ظن قيادتكم وأهلكم، ظلوا رافعي الرؤوس متسلحين بالإيمان بالله والمعرفة وحب الوطن والتضحية من أجله ودفاعا عن منجزات دولتنا العزيزة الحضارية والإنسانية. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار وذلك في مقر قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، حيث اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019. كما تناول الاجتماع نقاش حول الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ختام الموجز، إليك علي. شكرا ليالي على هذه الأخبار. مشاهدينا الكرام، طبعا الأجواء في هذه الأيام في الإمارات بشكل عام جميلة ورائعة وتتميز بالبرودة، وتحديدا في رأس الخيمة طبعا حيث نظمت قرية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمية التراثية في إمارة رأس الخيمة مهرجان يستمر لمدة شهر بمدينة الرمس، حيث يتضمن المهرجان فعاليات مختلفة منها مسابقات تراثية وألعاب وعروض شعبية تراثية، بالإضافة إلى جناح للأسر المنتجة من أهالي المنطقة. نتابع معا هذا التقرير. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم حاكم الإمارة واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود ولي العهد، أنشأنا هذه القرية، قرية سمو الشيخ محمد بن سعود التراثية التابعة لجمعية رمس الفنون الشعبية لعامها الخامس، ولله الحمد بفضل الجهود الأسر المنتجة لهذه القرية وبتوجيهات أيضا رئيس وأعضاء جمعية الرمس لعامها الخامس. كنا في 9 محلات تجارية وأصبح اليوم عندنا 25، العدد يعني بزيادة، لأن نحن نعتبر نفسنا أسرة واحدة في هذه القرية، لأن نخدم يعني البيئة المحلية الموجودة في الإمارة، وأنشأناها بحيث أن يكون حفظ التراث وهويتنا له حفظ التراث وإنشاء هذه الجمعية القرية في وقت هذا الفراغ اللي هو الإجازة نصف السنة من كل عام. قرية بنيت كلها من أهالي الرمس سواء النساء أو الرجال، فيها ألعاب، فيها أكلات شعبية، عندنا متنفس، جعلناه متنفس حق الأطفال وحق النساء لمدة طيلة شهر كامل. القرية تحكي عن الماضي، شو كان قبل، أصالة الماضي. لو تلاحظين أختي، لو تطوفين على كل دكان أو كل محل يحكي لش عن قصة ومعاناة عاشتها، عاشوها الناس أو أمهاتنا قبل، يحكي لك عن كل ماضي، عن كل قطعة في الدكان تحكي لش وتقول لش سر من أسرار سرنا اللي احنا متواجدين فيه. متواجدين معنا احنا فرقة او فريق كامل متكاتف من 12 او 15 شخص، بدءا من رئيس الجمعية اللي هو ابراهيم عبيد الطشة الى حقيقة منظم القرية هذه اللي هو محمد كاسين، وانا منسق ومعد برامج اللي هي البرامج التراثية وماشي معاهم، إن شاء الله الله يقدرنا أن نكون يعني أسعدنا المكان هذا وأسعدنا الناس، أسعدنا الأطفال، أسعدنا الجميع بما نقدمه من ثراث، لأن تعرفين هذين الأطفال وإذا ما نذكرهم بالماضي ونذكرهم بثراثهم ما بيجينا حد من برا يقولنا أن ثراثكم وكذا كذا، إحنا ثراثنا هذا أولى فيه، إحنا لازم نعلم الصغار بس من الآيباد ومن شابه ذلك، هاي لا يبون حد يوصلهم إلى الثراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا التراث نشارك فيه كل بفضل المجهود الإداريين محمد إبراهيم الطشة ومحمد كاسين وهاي الأشياء كلها التراثين نتكلم عنها كلها أنه التراث ماشي شيء ما الأول ونشارك نحب بالمهرجانات وبالمدارس وبالأشياء يعني كلها الأولية هون نقلمهم عن السنة وكل شيء يعني الحمد لله يعني مشاهدينا وزارة الموارد البشرية والتوطين تفتح أنشطتها لعام 2019 بإطلاق جائزة الموارد البشرية والتوطين للابتكار في دورتها الثالثة والتي بدأت مع بداية شهر يناير الحالي وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه. المزيد من التفاصيل معنا الأستاذة دلال سعيد الشحي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الموارد البشرية والتوطين. حياك الله معنا أستاذة دلال. الله يحييك أخوي علي. حياك الله يا مرحبا بك، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في برنامج 7 على 7. بداية نود أن نتعرف على تفاصيل جائزة الموارد البشرية والتوطين. مثل ما تفضلت أخوي علي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين جائزة الوزارة للابتكار في دورتها الثالثة وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تبني أفضل الأفكار والممارسات الابتكارية تجسيدا لتوجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدعم عملية الابتكار. طبعا تسعى الوزارة من خلال أطلاقها لجائزة الابتكار لخلق بيئة محفزة للتفكير الابتكاري عشان أوصل لحلول غير اعتيادية للعمل على التحديات اللي تواجه الوزارة بمختلف مجالاتها. نعم، دعينا نتطرق أيضا إلى الأهداف من أو الهدف من إطلاق هذه الجائزة. طبعا الهدف الرئيسي من إطلاق جائزة وزارة الموارد البشرية والتوطين للابتكار هي أني أن أشارك كافة الفئات المعنية اللي متواجدة معنا في تطوير سياسات وعمليات وخدمات وأنظمة الوزارة، ذلك من خلال تقديمهم للأفكار الابتكارية اللي بتساعدني أني أنا أطورها. هدف آخر للجائزة أخوي علي اللي هي أني أنا أتبنى المبتكرين من المواطنين والمقيمين في الدولة. جميل. كذلك تشجع الجائزة الأفكار الابتكارية لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية. نعم. واللي بتساعدني أنا كوزارة أني أعزز النضج الإلكتروني والذكي. نعم. في الوزارة وتسهم كذلك في زيادة استخدام التطبيقات الذكية الخاصة بالوزارة. نعم أستاذ دلال، من هم المستهدفون من هذه الجائزة تحديدا؟ عندنا في الجائزة 7 فئات رئيسية. أول فئة اللي هي أفضل موظف مبتكر، هذه الفئة خاصة بموظفين وزارة الموارد البشرية والتوطين. عندي فئة المتعامل مبتكر، هي أفضل متعامل مبتكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين. الشريك الاستراتيجي المبتكر، أفضل شريك استراتيجي مبتكر للوزارة. الطالب المبتكر، أفضل طالب مبتكر. طبعا احنا فاتحينها لكافة الطلاب. جميل. من المدارس والجامعات والكليات. جميل. والمعاهد المتواجدة في الدولة. جميل. الفئة الخامسة عندي فئة المشروع الابتكاري، فئة أفضل مشروع ابتكاري، وهي مخصوصة للمشاريع الابتكارية التي تخدم مهام واختصاصات وزارة الموارد البشرية والتوطين. جميل جدا. الفئة السادسة عندي أخوي علي اللي هي فئة الأفكار الابتكارية. يوم أتكلم عن فئة الأفكار الابتكارية تحتها يندرج فئة أفضل فكرة ابتكارية لتطوير خدمة أو تطبيق ذكي، وفئة أفضل فكرة لزيادة استخدام التطبيقات الذكية الخاصة بالوزارة. آخر فئة طبعا اللي ما راح يتقدم لها أي طلبات مشاركة اللي هي نحن مسمينها فئة التكريم الخاص. نعم. عندي أكثر منشأة استخداما للخدمات والتطبيقات الذكية. عندي أفضل شريك حكومي في تقديم الخدمات الإلكترونية الذكية. نعم. بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأفضل شريك خاص في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية. نعم، بإذن الله تعالى متى سيكون تاريخ الإعلان عن الفائزين؟ الإعلان إن شاء الله بيكون خلال شهر الإمارات الابتكار في فبراير 2019. نعم. التاريخ لمعرفة التاريخ بالتحديد ندعو المشاركين لمتابعة حسابات التواصل. نعم. الاجتماعي الخاصة بالوزارة. نعم، الأستاذة دلال سعيد الشحي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا.
مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في برنامج 7 على 7، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. تميز عام زايد بتنوع الحملات الإنسانية والخيرية والتي استطاعت رسم الابتسامة والفرح على وجوه الأيتام والمحتاجين والأطفال وغيرهم، لتؤكد ترابط هذا المجتمع وحبه لمد يد العون لكل إنسان دون النظر إلى عرق أو جنس أو لون. ومن بين هذه الحملات حملة إمارتنا خير، واللي بنتعرف أكيد عليها أكثر مع ضيفتنا الأستاذة فرح عبد الحميد، مؤسس حملة إمارتنا خير. حياك الله أستاذة فرح. حياك الله أخ علي، وحياكم الله لكل مشاهدي الفجيرة. الله يطول في عمرك، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، وأيضا نشكرك على هذه الحملة التي أطلقتيها، ونود أن نتعرف ومع المشاهدين أكثر على تفاصيل حملة إمارتنا خير. طبعا فكرة الحملة أخوي علي جاءت من الواقع اللي بنعيشه في دولة الإمارات كمقيمين قبل أن نكون مواطنين على هذه الأرض الطيبة. يعني دولة الإمارات أنا بالنسبة لي عندها خصوصية مختلفة، غير أني ولدت على هذه الأرض، كبرت فيها، درست فيها، أسست الكثير وأنجزت الكثير. جميل. وتأثرت بأبنائها، بمحيطها، وبفكر قادتها. نعم. وبفكر المؤسس، المؤسس اللي هو الأب الروحي، هو الملهم لنا الشيخ زايد طيب. نعم. الله ثراه. من هنا جاءت فكرة هذه الحملة في بث روح الترابط والتكاتف والمحبة وتقبل الطرف الآخر، وهذا التعايش المجتمعي الموجود على أرض الإمارات بين كافة الأطياف، بين كافة الطبقات، بين كافة شرائح المجتمع. نعم. بين كافة الجنسيات. فمن هنا جاءت فكرة الحملة وأطلقناها خلال عام زايد، وتحديدا أولى مبادراتها كانت في شهر رمضان المبارك. جميل جدا. هذه الحملة إلى ماذا هدفت، وأيضا ماذا حققت خلال السنة الماضية؟ طبعا شملت الحملة عدد كبير من المبادرات المجتمعية والإنسانية على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة. عدد هذه المبادرات وصل 5 مبادرات. كان في مبادرات خاصة بإسعاد الأطفال الأيتام، مبادرات لكبار السن، مبادرات للأطفال المرضى، ومبادرات أيضا لأصحاب الهمم. توزعت هذه المبادرات وتنوعت، وبفضل الله كان في أيضا دعم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لفكرة الحملة وفكرة هذه المبادرات. وتحديدا من جمعية سواعد الخير. نعم. والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك المكتوم. ما شاء الله. إذن هي 5 مبادرات مثل ما ذكرتي، وشملت عدة فئات. لو نتطرق أيضا إلى تفاصيل هذه المبادرات أكثر، ما هي الفعاليات التي أقمتموها والأنشطة التي خدمت كافة هذه الفئات؟ نعم طبعا، البداية كانت بعلي مبادرة قربهم وأسعدهم، أطلقناها في شهر رمضان المبارك، وكانت تستهدف فئة كبار السن. جميل. سعاد كبار السن، دللناهم، سهرناهم، سحرنا وياهم وأفطرنا وياهم. كان في أقيمت في مركز إسعاد كبار السن في إمارة دبي، والحمد لله صداها كان جدا إيجابي، وكنت جدا سعيدة لما شفت اليوم الثاني والثالث كمية كبيرة من الزيارات اللي توافدت على المسنين الموجودين في المركز. نعم طبعا، كلهم حابين يتسحروا، كلهم حابين يعيشوا الجو الرمضاني مع هذه الفئة من المسنين. نعم طبعا. ردود أفعالهم هم الكبار كيف كانت؟ لا بحكي لك، سهرناهم، كان مفروض يعني الفعالية إفطار، بعدها ساعتين نجلس، والله ضلينا للساعة 3 الفجر مستانسين، مستانسين ويسولفون وياكم. جميل. هذا بالنسبة لكبار السن. أيضا تطرقتم لفعاليات وأنشطة تخص الأطفال أتوقع؟ صحيح، كانت تلتها مبادرة خاصة للأطفال الأيتام في هيئة المكتومة الخيرية. جميل. وجمعية سواعد الخير وجمعية البر والإحسان، سوينا لهم إفطار خاص. نعم. في مركز ميركاتو بلس عيدية أقيمت قبل عيد الفطر المبارك. وكان في أيضا مشاركة كبيرة من جهات حكومية مثل جمارك دبي، طيران الإمارات، وعدد كبير أيضا من الأشخاص اللي داعمين واللي تواجدوا كممثلين من هذه الجهات وأسعدوا الأطفال بتواجدهم. نعم. عقب أيضا عقب هذه الفعاليتين أيضا هناك 3 فعاليات أخرى. كبار السن ذكرنا والأطفال، وأيضا
كان في أيضا زيارة خاصة للأطفال المرضى في مستشفى الجليل التخصصي التابع طبعا لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، مستشفى طبعا غير أنه الأطفال مرفهين في هذا المستشفى، ولكن في حالات مختلفة يعيشها الطفل. فالواحد صراحة لما يعمل هذا النوع من الزيارات أنت تشوفهم مرفهين مدللين، عندهم كادر طبي من أعلى المعايير وأرقى المعايير، ولكن تزعل يعني لا شعوريا الموضوع صحيح. لما تشوف طفل عمره أيام أو أسابيع عايش على أجهزة صحيح. فعملنا لهم زيارة خاصة، وزعنا عليهم ألعاب، وعملنا لهم مبادرة اسمها عربة الفرح. جميل جدا. مثل هذه الفعاليات السادة فرح حلو، هذه عربة الفرح على فكرة وكانت يوم الخميس ما شاء الله عليك. مثل هذه الفعاليات السادة فرح يعني كيف يكون أثرها المعنوي والنفسي على من يقوم بها ويساهم فيها ويشارك حتى ولو بجزء بسيط من صحيح. إنجاحها؟ صراحة الجانب المعنوي يعني روح العطاء عادي مهما أحاول أوصفه بكلمات بضل مؤثرة. أوقات كتير ناس حولي بيقولوا لي فرح دائما شغلة نفسك ومتعبة نفسك في في أشياء زايدة. تنشرين الفرح ما شاء الله. أي بس أنا شخصيا بحس أنه من واجبنا إحنا كأفراد في أي مجتمع أن نكون فعلا متكاتفين متعايشين بمحبة بإيجابية. لو الواحد فيساعد بأبسط ما يمكن، مش ضروري هذه المساعدة تكون مادية، ممكن صحيح. مساعدة معنوية، تأثير إيجابي، تأثير معنوي، تغيير تؤدي إلى تغيير في حياة طفل أو شخص كبير أو أي شخص محتاج، فهذا بحد ذاته شيء مشرف وشيء إيجابي. نعم، وهي من القيم يعني لو نرجع الأساسية. إحنا علي يعني أنا وياك وكل الناس اللي موجودين في الإمارات، هذه هي القيم اللي غرسها فينا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ترى. جميل، يعني فعلا مثل ما قلتي مثل هذه القيم يجب أن نتحلى بها ونتمسك بها دائما، وخاصة أنها يعني قيم عربية وأصيلة، وأيضا مؤسس أصر على زراعتها في نفوس أبناء. يعني السادة فرح نود أن نتطرق أيضا إلى الفريق، لولا يعني اهتمام الفريق ودوره الكبير في إيصال هذه الرسالة للمجتمع لما وصلت أنت أكيد. أيضا بهذه الجهود اللي تقوم فيها ونشرت الفرح الحمد لله. يعني ونحن نشكرك على هذا الشيء. الفريق اللي يشتغل معك صح طبعا الحملة هذه تبنتها مؤسسة RCG للإعلام وجمعية سواعد الخير بدعم خاص أيضا من الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك المكتوم وبعدد كبير من المؤسسات والجهات الحكومية مثل شرطة دبي، حكومة دبي، وزارة تنمية المجتمع، إسعاف دبي اللي كانوا دائما مساهمين معنا، مركز التعليم المبكر، شركة الفجر للخدمات والمعلومات أيضا كانوا دائما سباقين في كل مبادرة لهم نصيب، يحرصوا على المشاركة، يتواجد من عندهم فريق كامل معانا خلال هذه المبادرة، بيساعدونا في التنظيم، بيساعدونا في أشياء ثانية في سبيل أنه يكون اليوم هذا فعلا مخصص لإسعاد أي شخص من A to Z. جميل. إسعاده، ترفيهه، يعني إعطاء هيك جانب رائع. مختلف في حياته. نعم، بعد عام زايد لا شك أن الشعور إيجابي بهذا النجاح الحمد لله اللي حققته. عام التسامح. نعم. يعني شو عندكم لهذا العام؟ عام التسامح أنا جدا سعيدة علي لا أخفيك، أول ما سمعت بأن عنوان العام عام التسامح يعني خير عنوان، لأنه رسالة الحملة من عام زايد أصلا تنادي بمبدأ التسامح والتعايش وهذا التقبل المجتمعي اللي موجود في الدولة. ففي كتير أفكار صراحة، في كتير مبادرات إن شاء الله راح تكون أيضا موجودة مش فقط على صعيد دولة الإمارات وإنما أيضا على صعيد دول عربية مختلفة، في ردود أفعال جدا إيجابية دائما توصلنا أنه من بعض الدول مثل السعودية، الأردن، مصر، الجزائر حابين تكونوا موجودين معانا نعمل شيء مخصص للأطفال أو لفئة معينة. فإن شاء الله هذا العام نوعدكم بأشياء مميزة، طالما في أصحاب أيادي بيضاء، طالما في ناس عندها هذا الروح من العطاء المجتمعي والإنساني، فبتصور أنه الدنيا لسه بخير بإذن الله تعالى. سادة فرح، كلمة أخيرة حابة تختمين فيها؟ بدي أتشكركم وأتشكر قناة الفجيرة وبرنامج سبعة على سبعة على الاستضافة، وأكيد الشكر لكل الجهات دائما الداعمة، لكل شخص آمن بفكرة
هذه الحملة بكل المبادرات، ابتداء من عائلتي إلى الشيخة فاطمة إلى كل الجهات أيضا المشاركة، وإن شاء الله دائما الواحد يكون هيك في هذا العزم على إسعاد الآخرين وتقديم كل مفيد وملهم في المجتمع بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذة فرح عبد الحميد، مؤسس حملة إماراتنا خير، شكرا على الحضور، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في المستقبل. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، ونروح أكيد إلى إمارة رأس الخيمة، حيث شهدت إمارة رأس الخيمة انطلاق مهرجان الوفاء بدورته العاشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي تنظمه جمعية شمل الفنون والتراث الشعبي والمسرح تحت شعار عام التسامح، ويستمر طبعا حتى 11 من يناير. يتضمن المهرجان أنشطة وفعاليات ومسابقات متنوعة، وأيضا البيئات المختلفة مثل البيئة الجبلية والبدوية والبحرية والزراعية. نتابع معا تفاصيل هذا التقرير. مرحبا بكم في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح في مهرجان الوفاء العاشر لعام التسامح، وهو طبعا الفكرة جت من الجمعية أن هذا العام هو عام زايد مكمل في يوم عام التسامح، فقامت الجمعية هذا المهرجان الذي هو العاشر لتنظمه جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح. فطبعا المهرجان عموما فيه عدة أشكال أو أنواع، فيه الأربع البيئات التي هي البيئة الجبلية، وعندنا البيئة البدوية، وعندنا البيئة البحرية، وعندنا البيئة الزراعية، وعندنا الذي هي الحرف النسائية، وعندنا مكتب خاص بالتصوير الجرافي الذي هو الصور التراثية القديمة، عندنا الذي هو المحلات الذي هي للمشاريع صغيرة أو الشباب، عندنا طبعا الذي هو الفنون الشعبية، عندنا الذي هي المسابقات، عندنا جلسات بالنسبة على الذي هو رواد المهرجان عن حياة الشيخ زايد وأعمال الشيخ زايد الذي قام فيها. فطبعا عندنا ضيوف استضافت من بداية المهرجان لليوم، عندنا مسابقة للذي هم الكبار للصغار، وعندنا طبعا بيكون باستمرار أن المهرجان مستمر من 4 إلى 10 يوميا. يا دارنا يا فخرنا يا معنا الحمد لله. طبعا مهرجاننا في جمعية شمل الفنون والتراث الشعبي والمسرح يستمر المهرجان لمدة 11 يوما إن شاء الله. المهرجان يشمل على 4 بيئات اللي هي الزراعية والجبلية والبدوية والبحرية، وهناك في الله اسمه تحت هي الأكلات الشعبية والحرف اليدوية والفنون الشعبية. الفنون الشعبية تشمل اللي هي الحربية والرواح واليولة وبعض الفنون المفضولة. طبعا الحمد لله يعني نحن مستمرين في هذا المهرجان. طبعا الحمد لله نحن مهرجاننا هذا عملناه طبعا على لم شمل الجماعة ولم شمل الزوار أو المقيمين لكي يتعرفوا إلى تراث دولة الإمارات. تقيم جمعية شمل الفنون والتراث الشعبي والمسرح هذا المهرجان، مهرجان الوفاء العاشر، ردا للجميل الأجداد والمحافظة على التراث الأصيل، حيث أقمنا العديد من البيئات التراثية الحرفية، الطبخ القديم، وكذلك أتحنا الفرصة للأسر المنتجة للعمل هنا أيضا. كذلك أقمنا بعض الفقرات التراثية على المسرح من أجل تعريف الأجيال بالماضي التليد، وكذلك عرفانا بالوفاء في عام التسامح، حيث أن عام زايد ويليه عام التسامح، فأحببنا أن نسمي هذا المهرجان مهرجان الوفاء. مشاهدينا الكرام، جهود متميزة تبذلها مبادرة زايد للعطاء في مجال العمل الإنساني ونشر وترسيخ ثقافة التطوع سواء داخل الدولة أو خارجها،
وتمكنت المبادرة من مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الافتراضية لترسيخ ثقافة التطوع. بنتعرف أكثر عن طبعا هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد للعطاء. حياك الله دكتور معنا. حياك الله. الله يطول في عمرك، سعيدين جدا بوجودك. بداية نبغى نتعرف أكيد على الأهداف الرئيسية من استخدام التكنولوجيا الافتراضية وأيضا الآلية المتبعة في هذا الشأن. حرصت مبادرة زايد العطاء من انطلاقها عام 2000 على استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال تبني العديد من المبادرات المبتكرة وغير مسبوقة، ومؤخرا كان إطلاق برنامج الافتراضي يهدف لإيجاد بيئة افتراضية لتأهيل وتدريب المتطوعين وتمكينهم في مجالات العمل الإنساني وبالأخص الطبي على المستوى العالمي، وذلك الانسجام مع الروح الإنسانية المقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وامتداد للمبادرات الإنسانية لزايد العطاء والتي شكلت نموذج يعد الأول من نوعه على مستوى العالم. سواء من خلال التنظيم الدوري للملتقيات والمؤتمرات أو إطلاق البرامج المبتكرة أو تبني الحملات الإنسانية العالمية التي استطاعت في 19 السنة الماضية الوصول برسالتها الإنسانية لأكثر من 15 مليون طفل ومسن. نعم. ومن خلال عيادات ومستشفيات ميدانية تشكل أكبر سلسلة من هذه المستشفيات والعيادات. ومن هذا المنطلق حرصنا أن نحن نخلق تكنولوجيا افتراضية تؤهل تدريب والكوادر التطوعية وبالتالي تمكينها للعمل الميداني في المستشفيات والعيادات المنتشرة في مختلف دول العالم، سواء في بنغلاديش أو السودان أو المغرب أو الصومال أو باكستان أو غيرها، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية وتحت شعار على خطى زايد. نعم دكتور عادل، ما هي المعايير العالمية لهذه التكنولوجيا؟ التدريب الافتراضي هي تكنولوجيا جديدة تهدف إلى استحداث بيئة افتراضية تضاهي الواقع، وبالتالي تتيح الفرصة للكوادر البشرية من اكتساب مهارات كأنها في الواقع، وخاصة في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات من خلال البيئة الافتراضية متحركة وتكنولوجيا مستحدثة. سوف نركز على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في بيئة افتراضية تضاهي الواقع، سواء استحداث كوارث أو حالات طارئة معينة، وبالتالي يتم اكتسابهم مهارات ورفع من مستواهم وأدائهم ويمكنهم من المساهمة الفعالة كقياديين في المهام الإنسانية لحملة زايد الإنسان العالمية والبرامج التطوعية العلاجية لحملة شيخ فاطمة الإنسانية للمرأة والطفل في مختلف دول العالم. نعم دكتور عادل الشامري، رئيس تنفيذي لمبادرة زايد العطاء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن بنطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وأكيد مستمرين معاكم في برنامج 7 على 7. مشاهدينا الكرام، نظم بيت الفن التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مساء أمس ورشة ابتكر معي، وتم خلال هذه الورشة الاستفادة من مواد بسيطة مثل الخشب والمواد القابلة للتعديل وتحويلها إلى أعمال فنية مميزة. نتابع معكم هذا التقرير. أولياء الأمور اللي صراحة استمتعت وأنا جايب عيالي، لأن أشوف ردود فعلهم بعد ما يحضرون الدورات. إحنا مش أول دورة ولا ثاني دورة، يمكن خامس أو سادس دورة. كل دورة لها وقتها، يعني تأخذ 3 أيام أو يوم، أو على الأقل يعني هي 3 أيام أو يومين أو يوم واحد.
فكل دورة يتجهون لها عيالي يطلعون خارج نطاق التكنولوجيا، يطلعون يجون حق الأشياء اليدوية، الأعمال اليدوية، الحرف، سواء الرسم، سواء الابتكار، يعني هاي دورة اليوم الابتكار والإبداع، فيطلعون ويستانسون ويردون البيت بفكر جديد يدخلوننا إياه. مثلا أول أمس كانوا يخترعون لنا كيف يعني تزين المبخرة، الحصالة اللي احنا نسميها من الفخار، كيف ينظفونها، وهذه الأشياء اللي احنا أنا أحس كولي أمر أن لازم الطلاب يتجهون إلها، يطلعون برا عن النتورك أو الأشياء الجديدة اللي هي اللي حلت علينا، تعتبر كطامة أنا أعتبرها. ليش؟ لأنها تخلي الولد بعيد عن أولياء الأمور، تخلي الولد بعيد عن الأشياء اللي يدوي والحرف. وأنا أشكر الصراحة من عطى هالفكرة، وإن شاء الله أتمنى له التقدم بأشياء كثيرة وللأحسن. وأنا يعني الحمد لله وحاول أني أخبر العوال أن اللي عندهم عيال يبوهنهم هني على أساس يستفادون من هالأشياء. اليوم رح ناخد سنة بدنا نعمل بيوت عشان إن نحطهم بغرفنا، وكمان رح نحط عليهم ضوء ونزينهن زي هيك. اليوم رح نصنع هذا بيوت للألعاب، نحط فيهم أغراضنا، وكمان بالأمس صنعنا حقائب وكمان ميداليات. علمتنا نسوي أعمال أدوية بالخشب. أنا سويت سلة وأصدقائي سووا بيت وسووا برواز. مشاهدينا الكرام، مع دخول حكومة الإمارات عصر الخدمات الذكية أصبحت المعاملات تتم بصورة أسرع وبجودة عالية. ومع هذا التطور حرصت المؤسسات على تقديم ورش عمل للمتعاملين للتدريب أيضا على التعامل مع هذه الخدمات. وأيضا من هذه الورش ورشة باقة بيع الوحدات العقارية وباقة بيع الوحدات أيضا على المخطط الإلكتروني قدمتها بلدية أبو ظبي. بنتعرف على تفاصيلها مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ جاسم محمد الحوسني، ضابط تثمين عقارات ببلدية أبو ظبي. حياك الله معنا أستاذ جاسم. يا مرحبا يا أخوي، مشكورين على الاستضافة ونشكر اهتمامكم. واجبنا الله يحفظك. واجبنا الله يحفظك. بداية نود أن نتعرف معكم على المشاهدين نبذة عن ورشة عمل بيعة الوحدات العقارية. أخوي، هاي ورشة كانت عقدة أمس مع تقريبا 20 مطور عقاري في إمارة أبوظبي، وما يقارب إلى 18 بنك. وهي ورشة تعريفية لباقتي الخدمات لخدمة باقتي البيع الوحدة عن طريق المطور، وبيع الوحدات على المخطط من خلال منصة الخدمات الذكية لإدارة التخطيط العمراني والبلديات. ويعتبر هذه يعني كباقة تشمل تقريبا كل باقة فيها تشمل 4 خدمات، والباقة الثانية تشمل 3 خدمات. أول مرة احنا نقدم خدمات بشكل يعني بشكل باقة. كنا الأول نقدم خدمات منفردة، كل خدمة بروحها عن طريق كاونترات تسجيل، الحين صارت إلكترونية من خلال المطور مباشرة، فكانت ورشة تعريفية بهذا الخصوص. نعم أستاذ جاسم، ما هي أهم الأهداف من هذه الورشة والتي لمستموها طبعا خلال هذه الأيام؟
أهداف الورشة مثل ما تفضلت أخوي كانت يعني أهم شيء أن احنا نوصل طريقة العمل بالباقتين هذيلا كيف ممكن تبتدي المعاملة وين توصل وكل شخص أو كل جهة فيها يعني كمطور وبنك شو الإجراء اللي المفروض يسويه. احنا جمعناهم كلهم في جراء معانا جميل. فصارت تقدم كلها من خلال المنصة اللي احنا وفرناها للمتعاملين وللبنوك وللمطورين اليوم في 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 لوب واحد في جراء واحد. نعم. فالحمد لله ان شاء الله يعني هذه كانت الورشة تعريفية لهم وللإطلاق الرسمي وكانت مثل إطلاق رسمي للباقتين هذيلا. جميل جدا. أيضا نود أن نتطرق سيد جاسم إلى أهمية الرهونات العقارية الإلكترونية. أخوي لا شك الرهونات العقارية بالنسبة للقطاع العقاري ودعم الاستثمار فيه جدا مهمة. نعم. فاللي احنا سويناه في ما يخص الرهونات أن احنا خليناها بشكل إلكتروني تسهيلا للمتعاملين من بنوك او مستثمرين. ما يحتاج الحين صاروا لا بنك ولا مستثمرين البلديه. نعم. من خلال جهاز الكمبيوتر او الموبايل يقدر يقدم على الخدمه ويتم الاعتماد ويحصل على عقد رهن موثق الكترونيا. نعم. بدون ما يحضر لمبنى البلديه يعني. نعم سيد جاسم لو يعني تحدثنا عن نسبة واضحة لدى المشاهدين عن نسبة خلينا نقول سهولة التعامل أو تعامل الجمهور مع هذه الخدمات الإلكترونية وإنجاز كل متطلباته كم هي النسبة تقريبا يعني نسبة الاستخدام ولا نسبة السهولة؟ نسبة الاستخدام وأيضا السهولة. نسبة استخدام احنا اطلقنا الخدمات هاي خدمات الرهن في شهر اغسطس الماضي. نعم. اليوم الحين الحمد لله من شهر اغسطس للحين تقريبا 1000 فوق ال 1400 معامله صارت من خلال النظام. اي نعم. باختلاف البنوك تقريبا 20 بنك في بنوك مثلا معاملاتهم ما شاء الله كثيره وفي بنوك نعم. معاملاتهم حسب شغلهم يعني. نعم. اليوم مثل ما قلت لك يعني كسهولة خدمة الأول كان يضطر المالك مع أو خلنا نقول مالك العقار مع ممثل البنك إنه يحددون موعد مع بعض ويحضرون للمبنى البلدية أمام مسجل عقاري وياخذ وقت ممكن يستأذن من دوامه ممكن تعرف يعلق في الزحمة في الشوارع. صحيح. اليوم أنا أقول لك أنت قاعد الحين حتى في الاستديو تقدر. نعم. تقدم على الخدمة وتينا إحنا بكرة نعتمد لك إياها وبدون ما تينا ولا تعب. نعم. نفسك ولا البنك يتعب نفسه. نعم. إلا إذا بتمر علينا نقهويك بس. الله يطول في عمرك نتشرف فيك. سيد جاسم ولكن يمكن هناك جزء أو شريحة كبيرة من المجتمع أيضا لا زالوا يحبذون الوصول إلى المبنى بنفسهم ويمرون على المعاملة يعني من مكتب لمكتب ومن مكان إلى مكان يعني كم هي الفترة يعني حسب رأيك ما هي الفترة التي يحتاجها المجتمع لكي يصل ويستخدم هذه التقنيات الحديثة ومع أن هناك جزء كبير الآن صراحة بدأ ويستخدموا هذه التقنية ولكن الشريحة الباقية تتوقع كم هي الفترة الزمنية التي يحتاجها المجتمع بشكل عام لكي يتعامل مع هذه الخدمات إلكترونيا 100%؟ والله أخوي إحنا اليوم ما شاء الله في عندنا المسجلين على منصة الخدمات الذكية يعني فاق 45,000 ما شاء الله تقريبا. نعم ما شاء الله. فالنسبة اللي باقية من الناس اللي للحين مثلا ما استخدموا أو ما سجلوا يعني نسبة بسيطة هم ناس كبار في السن مثلا أو ناس يعني عندهم يعني ظرف معين ما يقدرون يستخدمونها. نعم. بس الباقيين من الشرائح الثانية من المتعاملين بالعكس يعني. نعم. يعني حابين الخدمات الحصول على الخدمات بهذه الطريقة. جميل جدا جميل. نعم. سيد جاسم كلمة أخيرة حاب تختم فيها.
جزاكم الله خير مره ثانيه وما قصرتوا. واجب. وان شاء الله احنا عام 2019 بيكون عام لتحسين وجودة الخدمات بإذن الله تعالى ونوعيتها إن شاء الله في بلدية مدينة أبوظبي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المتعاملين وعند حسن ظن مسؤولينا وشيوخنا. وأنتم كذلك شكرا لك للأستاذ جاسم محمد الحوسني ضابط تثمين عقارات ببلدية أبوظبي، شكرا جزيلا لك. لا شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي أنا علي بوبر وتقبلوا تحيات فريق البرنامج، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في أمان الله ورعايته.